نهاركم سعيد، أتمنى تكونوا بخير. اليوم حبيت ندير معاكم كرواسون على شكل مسمن ولكن كتجي هلالية. كرواسون عندنا هنا 500 غرام دقيق الأبيض، عندي خميرة خبز هنايا تقريبا معلقة صغيرة. بالنسبة للعجين غنديرو بيضة وحدة، هذا الزبدة الطراق هي والزيت المائدة. عندنا هنا 125 غرام الشوكولاتة، قطع الشوكولات بالنسبة للتزيين. وعندي هنا العجين كاس ديال سكر حبيبات سنيدة، أي سنيدة، وبالطبع الماء للعجين. اول شيء درت شويه الماء هنا مع الخميره باش تذوب. عندي ندير كاس ديال السكر سنيده، اللي بغى يدير قل منه يديرو. ندير بيضه، نمزج هاد المكونات، عاد نضيف الماء والخميرة. وبالطبع نضيف الملح، نضيف الخميرة ها هي. وغادي نعبر الماء بهاد الكاس باش نقول لكم شحال خدا ليا. ستكون بحال ديال المسمن قاسحة شوية، نزيد هاد الماء اللي بقى، هو بقى هاد الماء. غادي نجمعها الآن، ما غنبقاش نزيدها الماء، فقط واخا كيبان ليا هاد الشي، غنجمعها باش تجيني قاسحة مزيان. العجين هزت لي كاس فقط ديال هاد الماء، كاس فقط. غنبقى حتى نجمعها دابا، هانتوما لاحظوا، هاهي ماشي قاسحة كاع بزاف، غنبقى نجمعها ونخليها ترتاح شوية، عاد ندلكها مزيان. ترتاح عاد غندلكها إن شاء الله. بالنسبه للعجين هاي طلقات، ولكن غندلكها مزيان، غندلكها وغادي نذوب الزبده مع كاس ديال الزيت المائده. هاك تربدلكوها، تشرقوا العجينه مزيان حتى تجانس مزيان. دابا لما دلكنا العجينه مزيان، احنا غنديروها قد المشماشه هكذا، هانتوما لاحظوا هكذا، نخلوها تطلق شويه، عاد غنقرصوها بحال المسمنه. دابا غنبدا سميتو نرقق فيها شويه هكا، وندير لها هكا، نرققها هكا بالوحده بالوحده، تنبع تاني ونرجع ليهم نديرهم مسمنات. دابا غنقلب وغناخد هذوك اللي كانوا رطابو، ها هما اللي رطبين، هم
اللي كنا درنا الاولين نديرهم هما الاولين دابا هكا. دابا غنبداو نورقو في المسمنه مزيان ونديروها بحال المسمنه عاد غنديروها كرواسه. احنا كنورقوها مزيان، ها نتوما لاحظوا كتورق مزيان بالزبده والزيت، ها نتوما وغنديروها بحال المسمنه، ها نتوما هكذا. وغادي نحطوها هنايا، نحطوها هنايا حتى نكملوا ونبداو بالاولى كيف العاده. كنورقوا المسمنه هكذا بالزبده والزيت، لابد ما كندير الزبده والزيت، كنديرها في قطعه ديال الشكلاط هنا وكنلوها هكذا هكذا صافي هكذا كتجي. وغادي نحطها في الطاوة هكذا هكذا كيجي. المهم دابا نعمروا الطاوة ان شاء الله ونديروها في الفران ومن بعد نشوفوا لما كيخمر، لما كتخمر الكرواسه في الطاوه كنديروا ليها البيض، ندهنوها بالبيض وكنديروها في الفران. هذه هي الكرواسه، درت ليها البيض ولكن حيت مع الزيت والزبده ما كيشدش البيض، ماشي بحال الكرواسه الاخرى. المهم انتوما الا بغيتوا ديروا لها الجنجلان قبل ما تدخلوها الفران ماشي مشكل. الفران كنشعلوا لتحت هو الاول، عاد كنشعلوا الفوق.